أعزائي الطلاب، بالمحاضرة قلت لكم أكو طريقتين لاختبار الحساسية الدوائية، الانتيبايوتيك سنسيتيفيتي تيست أو يسمونها السسبتبيليتي تيست. الطريقة الأولى هي الديسك ديفيوشن ميثود، أو يسمونها بالكاربي باور ديسك ديفيوشن ميثود. شنو أحتاج بهاي الطريقة؟ أحتاج بتري ديش، أطباق بتري تحتوي على وسط مولر هنتن أجر. قلت لكم إحنا نستخدم مولر هنتن أجر أو نيوترنت أجر، ولكن يفضل المولر هنتن أجر. ليش أستخدم وسط يفضل استخدام وسط المولر هنتن أجر باختبار الحساسية الدوائية؟ أستخدم أيضا أحتاج تيست تيوب اللي بيه الكالتشر البكتيريال كالتشر، وأحتاج ستيرايل سوابس، سوابس اللي تكون ستيك عودة وبنهايتها قطنة، وفورسيبس الملقط. المواد طبعا انا لازم اشتغل على بنج يكون معقم سانيتايزر والكحول برنر وايثانول. راح نبدي هسه نشتغل الحساسية الدوائية باستخدام الاقراص. اول شيء اعلم على الوسط اللي راح ازرع عليه البكتيريا، والتعليم مالتي يكون بطرف الطبق. ليش ما أعلم بهاي المنطقة؟ لأنه أنا بعدين وراي قراءة أو حسابات للإنهيبيشن زون اللي راح تطلع لي، فما أريد فريشية داخل ويا القراءة ماتي. أخذ السواب، طبعا تكون استيرايل سواب، حتى أحقن بيها الوسط يم النار، أعقم فوهة التيوب، وأخذ بالسواب أدخلها بالسائل الزايد أحطه على الجدران، والنوب أوزع كل ما موجود بالقطنة على الوسط الزرعي. الطريقة التوزيع بالبداية راح تكون بهاي الطريقة، التخطيط أملي كل الطبق، النوبة أفر الطبق، أغير الاتجاه وأيضا أخطط الطبق بحيث أتأكد كل اللي موجود بالقطنة نزل بالوسط الزرعي. هاي طريقة الكاربت الفرش، أو أكو طريقة ثانية اللي هي طريقة أنه أخذ قطرة 0.1 مل من الكالتشر وانزلها على هذا الطبق وبعدين انشرها بالL شيب. هاي الطريقة الثانية. اذا انا ممكن ان استخدم الطريقتين، بس يفضل السواب لان تكون اكثر استيرايل. زين، بعد ذلك اقسم الطبق 4 اقسام، و كونسبس استيرايل احطه بالكحول، اعقم الملقط وعلى النار. اول مره حطيته بالكحول وبعدين على النار، وابدي هنا هاي الانتيبايوتيك ديسك، هاي الديسكات مال الانتيبايوتيك، كل قرص بتركيز معين ومكتوب عليه نوع الانتيبايوتيك. اعقم مره ثانيه واخذ قرص اخر نوع اخر من الانتيبايوتيك واحطه بالمربع الثاني. طبعا لازم تكون اكو مسافات، انا من علمت وقسمت حتى يصير مسافات. من تطلع للانهيبيشن زون لا تتداخل اذا كان واحد قريب من الثاني، فلازم تكون مسافات بعيدة بين الانتيبايوتيك حتى تطلع لي النتيجة صحيحة بالقراءة. أيضا أغمر الملقط وأخذ انتيبايوتيك آخر وأضعه على الطبق. بعد ذلك راح أخذ الطبق وأحطه بالحاضنة لمدة أوفر نايت، وراها راح أجي أقرأ النتيجة. طبعا ها واحد راح أحطه as control هنا، طبعا هو بالتجربة مالتهم واحد من الأطباق ما زارع عليه شيء حطاه ككنترول، والآخر لا زارع عليه، أو هنا لا هنا بالتجربة شو مسوي؟ لا مسوي إنه واحد من التقسيم مال المربعات هو مو مقسمها 4 أقسام، 3 حاط عليهم انتيبايوتيك وواحد تارك فارغ as a control، يعني سيطرة يريد يشوف النتيجة. اوكي، هسه الفكرة وين؟ الفكرة انه انا بعد ما احضنه اوفر نايت بالحاضنة اجي اقرأ، اذا جاي يشوفون واضحة تصير هاي المنطقة الشفافة، يعني تأثير المضاد الحيوي قتل البكتيريا. من يقتل البكتيريا راح تختفي البكتيريا فتظهر inhibition zone، الانهيبيشن اللي نسميها منطقة التثبيط. هي هاي الفكرة مال الحساسية الدوائية، انه انا اقيس شقد الانهيبيشن زون مال الانتيبايوتيك، فهل هاي البكتيريا sensitive حساسة لهذا الانتيبايوتيك؟ اذا كانت الانهيبيشن زون
كبيرة. طبعا الانهبيشن زون عندي أنا جدول بقياسات عالمية موجودة، كل كل انتي بايوتيك ايش قد القطر مال منطقة التثبيط، فأجي بالمسطرة أقيس وأقارنه ويا الجدول، وإذا شفت القرص أبدا ما صار عليه أي منطقة تثبيط معناها أقول هذا العقار، هاي البكتيريا مقاومة لهذا الانتي بايوتيك لأنه ما انقتلها. هذه النتيجة أعتقد واضحة. الانهبيشن varies among compounds، ضعوا هاي شوفوا هاي الانهبيشن زون ايش كبرها، معناها هذا الانتي بايوتيك كلش قوي على هاي البكتيريا، هاي همين الانتي بايوتيك همين قوي، هنا مو كلش قوي، هنا ما مشتغل مثلا هذا الانتي بايوتيك. هذا كله بعدين انا اكتب النتيجة واقول ياهو اللي اشتغل احسن، فبعد ما ذلك الريبورت ارجع للطبيب اقول له مثلا تتراسايكلين اشتغل لي على هاي البكتيريا، يجي الطبيب يقرا النتائج يشوف يا عقار يا انتي بايوتيك اكثر واحد اشتغل، فيوصف للمريض الوصفة الدوائية بناء على نتائج الديسك ديفيوجن ميثود. هنا عندنا السمري انه الكاربي باور قلت لكم هو لو يسمونه الكاربي باور او ديسك ديفيوجن اسي سمري الافكتيف تيست تو ايفالويت بكتيريال سنسيتيفيتي تو بوتنشالي انتي مايكروبيال كومباوندز، هو اختبار مهم لتخمين او لفحص الحساسيه البكتيريا للانتي بايوتيك. السايز اوف انهبيشن زون اللي هي الحجم منطقة التثبيط indicates تشير إلى sensitivity of bacterium to a compounds. The assay works by inhibiting bacterial growth not killing bacteria. هذه التجربة تستخدم لتثبيط البكتيريا ولكن مو قتلها. أتمنى يكون الشرح واضح، وإذا أكو همين سؤال أو استفسار أنا حاضرة للإجابة.